تقول السائلة: امرأة متزوجة ولها أطفال تسكن مع الزوج في غرفة واحدة، الزوج يستمع للأغاني ويشاهد المنكرات في التلفاز، وهي متضايقة، إذا اعترضت غضب عليها الزوج، هل تأثم على اعتراضها وبماذا تنصحونها؟ هي مأجورة على اعتراضها، لأن هذا إنكار منكر. إذا اعترضت على الزوج في سماع المنكرات ورؤية المنكرات فهي مأجورة، لأن هذا من إنكار المنكر. إنما تأثم لو سكتت ولم تنكر عليه. عليها أن تواصل النصيحة ولا تجلس معه في الغرفة التي تشاهد فيها المنكرات، لا تجلس معه فيها، نعم، تعتزله إلى غرفة أخرى هي وأولادها، إلى أن يتوب إلى الله عز وجل ويترك هذا الشيء. نعم.